بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في لقاء يتجدد بحضراتكم ومع هذا البرنامج، حيث يسرنا أن نلتقي بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، نستهل هذا اللقاء بهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: ما ضوابط صلة الرحم، ومن هم الأرحام الذين يجب علي كامرأة أن أصلهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. فحق ذا القرابة يأتي في الدرجة الثالثة من الحقوق العشرة التي ذكرها الله في هذه الآية. أولا حق الله جل وعلا، وذلك بعبادته وحده لا شريك له. الثاني حق الوالدين، وذلك بالبر والإحسان. والثالث حق الأقارب. والقرابة كل من تربطك بهم رحم، كل من تربطك بهم رحم من جهة الأب أو من جهة الأم. من جهة الأب كالأجداد والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات والأعمام والعمات، أو من جهة الأم كأم الأم والجدات وأخوات الأم، وهن الخالات والأخوال، أخوة الأم. كل من يرتبط بأحد والديك بقرابة نسبية فإنه يكون من ذوي القربى، ولهم حق يجب عليك أن تصلهم بحسب استطاعتك، بالإحسان إليهم، بمساعدتهم، بزيارتهم، بتطيب الكلام لهم. وإذا ولو أساءوا إليك تحسن إليهم وتصلهم ولو أساءوا إليك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما الذي لا يصل إلا من وصله من قرابته فهذا مكافي وليس واصلا. قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم، حسبكم الله وبارك الله فيكم. بالنسبة لصلة الرحم، أيضا من يتصلون بالرحم عن طريق الرضاعة، هل يجب أيضا يشملهم هذه التوجيهات؟ الرضاعة ليست رحما، وإنما تنزل منزلة الرحم في المحرمية، تثبت المحرمية فقط، وليس من ذوي الأرحام. نعم. تعلمون فضيلة الشيخ، ونحن في هذه الأوقات تعددت وسائل الاتصال، فهل بوسيلة الهاتف تغني عن الاتصال المباشر بهم؟ تغني حسب الحاجة. إذا كان لا يستطيع الذهاب إليهم فإنه يتصل بهم الهاتف، أما إذا كان يستطيع الذهاب إليهم فإنه يذهب إليهم ويحضر عندهم ويشاهدهم ويشاهدونه. نعم، حفظكم الله وبارك الله فيكم. بالنسبة فضيلة الشيخ، شهر رمضان، هذا هل شرع الصيام على الأقوام السابقة؟ نعم، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. دل على أن الصيام مشروع للأمم السابقة،
وإن كان يختلف في الوقت أو بالكيفية، لكن الصيام عموما مشروع على جميع الأمم السابقة. نعم. بالنسبة فضيلة الشيخ لبعض الناس يسهرون الليالي في رمضان وينامون النهار، وقد يتأخرون عن صلاة الصلوات في نهار رمضان، هل لكم كلمة توجيهية لهؤلاء؟ هؤلاء جمعوا بين أمرين، الأمر الأول أنهم ضيعوا الوقت الثمين الذي كان الواجب عليهم أن يستغلوه فيما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أنهم ارتكبوا معاصي أو كبائر من كبائر الذنوب، وذلك بأنهم ينامون عن صلاة عن الصلوات، ينامون عن الصلوات ويؤخرونها عن وقتها ولا يصلون مع الجماعة. هذه معاصي كبائر من كبائر الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والليل جعله الله سكنا وراحة، وجعل النهار نشورا وطلبا للرزق، فينبغي للمسلم أن يرتب نفسه على هذا النمط الشرعي، فينام الليل ويشتغل في النهار، أو ينام من الليل ما يكفيه ويريحه، ثم يقوم بآخر الليل ويصلي ما تيسر له ويوتر ويتسحر في رمضان، ويصوم يصلي الفجر مع الجماعة، ثم بعد الفجر يقرأ القرآن، يشتغل بذكر الله عز وجل، وينام في القيلولة من النهار، في القيلولة من النهار قبل الظهر أو ما بعد الظهر حسب ظروفه، ينام بعد الظهر في القيلولة من وسط النهار، ثم يستيقظ لصلاة العصر ويجلس بعدها لذكر الله ولتلاوة القرآن، ثم يفطر إذا غربت الشمس، ثم يصلي المغرب مع المسلمين، ثم يصلي العشاء، يصلي التراويح، ثم ينام بعد ذلك، أو يشتغل بشغل مباح، ولكنه لا يكثر من الشغل بالليل، بل يجعل للنوم حظا كافيا حتى يستريح، حتى يستعد لاستقبال النهار واستقبال الصيام. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وبالنسبة لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هل هذه الذنوب تشمل الكبائر؟ هذه محل خلاف بين العلماء، الصحيح أنها ما تشمل الكبائر، الكبائر لازم من التوبة، لكن الصغائر، قال صلى الله عليه وسلم: صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فواضح من الأدلة أن التكفير السيئات إنما هو للصغائر، هي التي تكفر بالأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. نعم. حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أيها الأخوة الكرام، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به جميعا. كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على أمل أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الغد. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.